دوك يطرحوا لنا بعض الامراض كيجيو نتيجه عن تجمع في شركه ولا مؤسسه ولا بداو كيبانوا بزاف دابا بداو كيبانوا وهذا كان اهميه ديال الطبيب الشغل هنا غيبان الدور ديالو انه مهم وخصو واحد الاهتمام كنعطيو ليه مهم لان وكنشكروا وزاره الصحه والسلطات العموميه اللي كانت خدت في هذا اقرب وقت وهاد الذكاء ديالها ولات كتعمل الشركات كلهم اجباريا باش يكون طبيب الشغل يدير الشغل ديالو ان يكون واحد مراقبه بمؤسسات اي مؤسسه كتفوت 100 واحد ولا كاع اقل تكون مراقبه خاصه بديال الحراره الاول وثاني حاجه اذا كان واحد فيه بعد شكوك خصو يحيلو الطبيب على التشخيص اذا كان هذا لقينا فيه مرض وبعدناه على هاد الناس وعلى الضرر ديالو غنتفاداو التعادي بزاف إذن هذه مهمة خاصها تكون جميع الشركات وجميع المؤسسات وكما حنا كتشوفوا هنا في المستشفى الجامعي ديال الشيخ خليفة الحمد لله أنا طبقنا من الأولين طبقنا هذا الشيء أن دابا أي واحد لا المستخدمين لا الأطباء لا المساعدين كلهم عندهم تشخيص طبيب الشغل يخوف على هذا الشيء كل نهار في الصباح الخروج كتكون حرارة وكيكون تشخيص ديال الدم ديال الإنف بي سي آر بريليفمون كيدار عند جميع اللي خدامين قرب الكورونا اللي خدامين فيه ماشي البعد وهادو كيتكونوا تشخيص باش نحاولوا ما امكن كانت شي حاله خاص تعزل وكنوفروا وحنا هذا القانون اللي خرج ديال الوزاره اللي عطاتو اجباري انه خاص يكون هذا الشيء يطبق مش يطبق ودابا مطبق وكنعطيو زعما الكونتروندو ديالنا شاك سومين واسبوع يمشي للسلطات المعنيه باش واش عندك شي حاله وفين مشات الحاله اش كاين اذا هذا الشيء كيكون بالتزام وهادشي بهذا الشيء درناه في جميع المؤسسات وجميع الشركات ما نلقاوش المشاكل من القدام كون مرض جي عندنا موج ديال الناس اللي فيهم مرض وهذه اللي خاصها تكون ديما ماشي غير في هاد الكورونا دائما خص يكون هذا الشيء واحد طبيب الشغل يدير الخدمه ديالو باش حتى امراض اللي تكون القدام ماشي كورونا نقدروا نلقاوها ونقدروا نديروا العلاج ديالها كحمايه وكوقايه هي طبيب الشغل اما القانون كنعرفوا ان فوق 100 مستخدم خاص ضروري يكون طبيب الشغل هذه ملزم بها قانون ومن ناحيه ديال تاخذ حراره غير يكون العيار باش تاخذ حراره يكون زعما في معيار مزيان ماشي فيه غلط ولا غير هذاك السيد هز التومبيراتور هزها وعارفين هذاك الشيء مزيان ايطالوني مزيان كانت حراره عنده مخا ما يكونش انفيرمي ولا شي حاجه غير حراره طالعه كيقول لك السيد وقف سيدي غادي نحيلك سير عند طبيب الشغل تجيب لي الورقه ديالك هذا هو العمل المهم بالاول ما ندخلش مع لا غنداوي اسيدي عندك السخانه طال عندك غتمشي عند طبيب الشغل جيب لي ورقه انك ما مفتش مرض هذه اللي خصها تكون وبهذه القضيه كتكون نجحنا بزاف اذا اي واحد ياخذ غير يكون واحد كيحرص على التمبير اي واحد شخص يتخاد من المدير من المستخدم اي مستخدم انه مواطن انه يقدر يعادي اي واحد كان كيحيلوا على الطبيب ويجيب ورقه ديالو انه ما في حتى شي مرض وما نقدروش نوقفوا جميع الشركات كاين شركات مهمه ديال الاكل ديال الضروريات كيصب كمامات ادويه غير كي القانون كنعرفوا انه ما بين واحد اقل مترون جوج يكونوا التعقيم الاول لا بافي دار لهم يلبسوا الحوايج ديالهم اللي كيديروا شي حاجه الماسك وشي حاجه مي اذا وثاني حاجه يحاولوا الهيجين كما غسل اليدين والتعقيم يطبق هذا الشيء مزيان هو الاول هذو قوانين اللي وزاره الصحه نداتها كوقايه كيهضروا عليها كاع الناس عارفين دابا ومن غير هذا الشيء الحراره والتشخيص اقل حاجه يكون الانسان يدير التشخيص هذه في حاله ما كتبقاش تشخصوا كاع الناس مره ولكن اذا كانت انطلقنا من لا ديبيس انديفيدويال حسب الناس اللي مشكوك فيه وندوزو راه مزيانه هذه غنتفادوا بزاف ديال ما يتعادوش الناس
زعما كنقدروا نقولوا ان من هادشي كلشي يرجعوا دائما ان الوقايه ديال الواحد انديفيديوال شخصي تعقيم يغسل يدي مزيان تعقيم من ناحيه لا سوليسيون اللي كيدير ادوار الكوليك والكمامه ما تحيدش مهمه الكمامه ونضبطوا بانسان منضبط يبقى الزبيد ديالو انسان سيرتو هذا رمضان هذا انسان ما خصش يخرج يبقى باش ما يكونش واحد نحاول دابا الوباء بدا كينقص شي شويه من ناحيه الصعوبه ديالو والحاده ديالو ونتمنوا ان شاء الله داك منا يكون خير من القدام ان شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم وما تنساوش ديروا جيم الموقع احاطه على شبكات التواصل الاجتماعي.